كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. جاء يقول في إقراره بملك الملك وربوبية الرب: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعرض طلبه بالرحمة لمن يمكن أن يرحمه الرب ممن مات على الإيمان. قرأ النبي الآية: وتذكرنا. وتذكر قول الخليل إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فبكى وبكى وبكى. من أحرص منه علينا؟ من أرحم في الخلق به منا؟ طال بكاؤه وأنت تعرف قدره عند الرب. وبكى من هذا؟ لو بكت علي مليون عين غيره ما ساوت بكى لحظة منه. بكى. والحق لما أراد أن يظهر سر هذه العبودية وسر الربوبية في توليه قال لجبريل: يا جبريل قم لبيك ربي، انزل إلى عبدك عبدي محمد وأنا أعلم بك، قل له يقول لك ربك ما يبكيك. وصل الأمين رسول الله: ربك أرسلني إليك يقول ما يبكيك وهو أعلم. قال: يا جبريل مررت على هذه الآية قول عيسى في أمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت. وقول إبراهيم في قومه: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك. فتذكرت أمتي كيف يكون حالهم من بعدي. لعل من سر تلك البقية بقيت المجالس محفوظة لكم، بقيت هذه الساعة محفوظة لكم. قال: ما تكون حالتهم من بعدي وفي يوم القيامة. فعادل الرحمن: ربي علمت ما قال عبدك محمد. قال: تذكر أمته وكيف يكون حالهم من بعده وحالهم يوم القيامة. قال الرحمن، قال الإله، قال الرب: ارجع إلى حبيبي محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم. إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم. يا من وعدته هذا الوعد اجعل من إرضائه فينا نظرا إلى قلوب حاضرينا وسامعينا وربطا به إلى الحلال بعده أبدا وانتفاعا بما سمعنا وطرح علينا في هذا المجلس وانتشار ذلك في قلوب إنس وجن في الشرق والغرب في الظاهر والباطن. بهم يعظم العمار وإن كثر الدمار، بهم تعظم الأنوار وإن كثرت الظلمة والأغيار. يا حي يا قيوم،